ترانسفورميشن اللي هي حاله مختلفه عن هذه. حركت الفيكتور هون هذه مختلفه عن هذه. هلا افهموا هاي بعدين رح تشوفوا ان الترانسفورميشن هي نفسها. هلا هون بسال سؤال مختلف. شو السؤال اللي بساله؟ بقول انا ما عندي غير فريم واحد سي اسمه سي، ما في شيء اكثر من فريم ما بنستعمله احنا في الروبوتكس مثلا. بدي افرجيك انه هاي شبيهه بهذيك، وهذا الفريم سي انا عارف بي فيه، وهي بي اذا بدك تحط الثيتا هون هي في بي على ثيتا ار ثيتا. جيت قلت هذا الفيكتور راح امسكه واعمل له روتيشن بوزيتيف روتيشن بانجل الفا حوالين زد بهذا الاتجاه، ايش احداثيات بي داش بي سي؟ نفس الروتيشن يصير. فهون خلينا نحطها حتى باللغه الصحيحه، مين المعروف هون؟ مين اللي مش معروف؟ فبي داش هتساوي هذا مضروب في تي، هاي رح تكون نفسها. طبعا تنتبهوا مع الزوايا، الزوايا هون ايش؟ الفا بوزيتيف، من الفيكتور القديم الحالي الى الفيكتور الجديد. لكن هون الفا من مين لمين؟ من اي لبي، بس انا عارفه بالنسبه لمين؟ لبي. ومش معروف بالنسبه ل، اذا بدك بتقدر تقول انه انا اخذت بي وعملت له نيجاتيف روتيشن لاي، اوكي؟ بصير. مضبوط، كاني انا اخذت الكوردينيت سيستم ونزلته من بي لاي، فهي نيجاتيف انجل هون وكانها بوزيتيف انجل هون. يعني انا اذا حركت الفيكتور هيك كاني شو عملت بالكوردينيت سيستم؟ نزلته نزول، هي نفسها. اوكي نعم. لو افترضنا انه مثلا لو بدنا ننظر عليها من نفس الشكل هون، هي الاصلي الفيكتور هذا ممكن يكون مكان الاكسس نفسه، هي نفسها، هي نفس هاي. انا كاني مسكت الفيكتور، اذا مسكت الفيكتور وحركته بوزيتيف انجل لام الفا هون، كاني مسكت الكوردينيت سيستم ونزلته نيجاتيف انجل الفا. بس انا بديش اعطيك نيجاتيف وتتلخبط، افهم هاي الحاله مطابقه لهي الحاله. انا هون عارفه بالنسبه لبي وبدي اطلعه بالنسبه لاي، شو الزاويه بين بي واي؟ الفا. هون انا عندي فيكتور بالنسبه لسي وعملت روتيشن للفيكتور بوزيتيف الفا بهذا الاتجاه بالنسبه لطلعت الجديد. ايوه تفضل. لا احنا هون المفروض يعني كانت عند اي رحنا عملنا الاكس والواحد عقام حوالين الزد، فبديهيا المفروض البي هي الفريم الجديد صح؟ فريم جديد طبعا، البي فريم جديد. اوكي يعني المفروض اي احتياجاتي على الاي هي المعروفه انه لا لا، اذا صار هيك انعكس عندك. انا عشان هيك اعطيتكم هذا قلت لكم انا عارفه عند بي، اذا بدك نزلي بي هون واعملي اي هون بصير. اوكي انت عمالك بتقولي هي اي عفوا هي بي، مش هيك بدك تحكي؟ ورحت عملت روتيشن لبي ونزلته لاي هيك، مش هيك؟ كان عندي الفيكتور هذا معروف في بي وبدي اطلع وين هلا؟ هاي نفسها، نفسها تمام، اوكي؟ انا بديش ترتخموا بالاشاره، باشاره الفا، الفا دائما هون كرقم هون انا بحطه دائما بوزيتيف. هاي هي نفسها. هلا انتوا عشان ما نتلخبط بنضلنا نتذكرها، شو بنقول؟ انا عارف الفيكتور بالنسبه لبي بدي اطلع احداثياته بالنسبه لاي، بي بوزيتيف الزاويه تبعته بوزيتيف بالنسبه لي، هدول العمليتين نفسهم. اذا عكست بنعكس الوضع، اذا صارت الفا نيجاتيف صار عندي بي هون وكان عملت من اي لبي لتحت وعندي هذا صار الفيكتور نزلته بهذا الاتجاه. بس احنا نركز على هاي، هي الحاله اللي عاده احنا رح نعملها. عاده احنا ما رح نحرك فيكتورز بالروبوتكس، رح نحرك فريمز. رح اقول الفريم هذا شفت الفريم هذا بزاويه معينه، وعندي ثلاث زوايا راح استعملها.